نتحدث في هذه الجمعة والتي تليها عن صفة الحج خطوة بخطوة ولحظة بلحظة على وجه الاختصار حسب ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء اليوم الثامن يوم التروية، سمي بذلك لأن الناس يتروون من الماء لقلة الماء في ذلك الزمن، فإنه يعني المتمتع ينوي الحج، يقول لبيك حجا، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالميقات. بعض الناس يظن أن تقليم الأظافر وأخذ الشعور عند الإحرام من الميقات يظن أنه سنة مستقلة، لا، إن كانت طويلة فمن السنن أن تأخذها قبل الإحرام، لكن لم تكن طويلة فليس هناك دليل. ولذلك بعض الناس قد يتصل بنا ويقول لم أقصر من شعري ولا قلمت أظفاري لما أحرمت، يعني قبل أن أحرم، فيخشى أن إحرامه غير صحيح. لا، بل ليس سنة مستقلة، إنما هو مستحب إذا كانت الشعور والأظافر طويلة. المهم يلبي بالحج من المتمتع، القارن والمفرد أصلا هما بقيا على إحرامهما، هذا المتمتع يحرم في مكانه.